بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفيديو 12 من الوحدة الأولى واللي بيتحدث عن التحويلات الهندسية للدوال. طبعا في البداية، وش هي التحويلات الهندسية؟ التحويلات الهندسية هي عبارة عن تغييرات للدوال، يعني تأخذ الدالة أحد الدوال الأم، هنا هذه الدوال الثمانية الأم، تأخذ دالة فيهم وتغير فيها، أو أي دالة حتى لو لم تكن دالة أم، تأخذ دالة وتغير فيها، والتغيير حسب أنواع التحويلات اللي بناخذها بعد شوي. من الدوال هذه اللي موضحة في الصورة اللي هي الدالة التربيعية f للx يساوي x تربيع، واللي ترسم بهذا الشكل. الآن مثل هذه الدالة تقدر تاخذها وتغير فيها، تغير في طريقة رسمها وغيرها. عموما هذه نجي عليها الحين في التحويلات الهندسية. طبعا التحويلات الهندسية في البداية هي ثلاثة أنواع، إما أن تكون انسحاب أو انعكاس أو تمدد، وبناخذها واحد واحد، وإلى حد أو يعني كل واحدة فيهم اللي انسحاب والانعكاس والتمدد لها نوعين بنمشي عليهم واحدة واحدة. في البداية تحويلات الانسحاب. الآن عندنا في الصورة هذه توضح لنا كل ثلاثة أنواع للتغير. طبعا كل الصور، كل هذه التمثيلات تقارن بهذه، هذه الدالة الأم، هنا الدالة الأساسية. لو لاحظنا هذه الدالة اللي هي f للx تساوي x تربيع، اللي هي الدالة التربيعية. الدالة التربيعية هنا نقطة الأصل من صفر صفر تكون هنا، وتروح ترسم بهالشكل، هذه هي الدالة التربيعية الأساسية. طيب الآن لو جينا نلاحظ الشكل هذا، لاحظ إنه هنا نقطة الأصل صفر صفر، لكن اللي صار إنه ارتفعت بمقدار واحد، صارت هنا، فصارت مرسوبة بهالشكل، تريد تسوي النقطة هنا وترسمها كذا. طب الآن شو اللي صار لهذه الدالة بالتحديد؟ الدالة هذه لو لاحظنا إنها كانت الأساس مفترض تكون هنا وتزاح بهذه الطريقة، لكن اللي صار إنها أزيحت للأعلى، أو يعني سحبناها للأعلى بمقدار واحد. فاللي صار لها إزاحة اللي هو للأعلى، أو نقدر نقول إنه صار لها انسحاب، الاسم الرسمي لها يعني انسحاب، صار لها انسحاب للأعلى بمقدار وحدة واحدة. طيب الدالة هذه، الدالة هذه أيضا دالة تربيعية، يعني الدالة الأم لها تربيعية، اللي هي هنا المفروض هنا صفر صفر نقطة الأصل تكون مرسومة بهالشكل كذا ثم كذا، اللي صار إنها أزيحت إلى اليمين بمقدار وحدتين. طيب الآن كيف نعبر عن الحين، يعني أو نقدر نقول إن أخذناها بشكل بياني، عرفنا كيف نعرف التحويلات بشكل، تحويلات الانسحاب بشكل بياني، لكن إذا جينا بنقسمها في هنا في الصفحة هذه، أول شيء نبدأ بتحويلات الانسحاب. نقدر نقول تحويلات الانسحاب لها نوعين، النوع الأول هو انسحاب رأسي، والنوع الثاني هو انسحاب أفقي. ممتاز. طيب الآن هذه النوعين نبغى ناخذها واحدة واحدة. الانسحاب الرأسي، لو رجعنا للصورة أو الفصحة الرئيسية، احنا قلنا إن هنا هذه وهذه انسحاب. الانسحاب الرأسي إنك تسحب الدالة إما لأعلى أو أسفل، الانسحاب الأفقي إما لليمين أو اليسار، الرأسي فوق وتحت كذا، والأفقي يكون يمين ويسار. فالانسحاب الرأسي احنا طبعا افترضنا هنا انه الدالة الأساسية في الـ x تساوي x تربيع، طب مثل هذه الدالة كيف نسوي لها انسحاب رأسي؟ الانسحاب، في الانسحاب الرأسي أول شيء تجيب الدالة مثل ما هي. الآن الدالة هي عبارة عن f للـ x يساوي x تربيع، تمام؟ في الانسحاب الرأسي أول شيء الآن نلاحظ اللي بداخل القوس هو عبارة عن كل الدالة، كل يعني اللي بعد اللي في داخل القوس هو كل شيء موجود بعد اليساوي، يعني اللي داخل القوس هو كل الدالة. الآن نبغى نسوي انسحاب رأسي، في الخارج نزيد أو نطرح قيمة، نقدر نقول مثلا هنا زائد واحد مثلا، أو خلينا نخليها زائد اثنين. لو لاحظنا زائد اثنين بعد ما سكرنا القوس حق الدالة، يعني الدالة كلها الآن مغلقة ثم زائد اثنين، يعني اثنين اللي زادت على كل الدالة. طيب الآن إذا كانت الزيادة في الخارج يعني كل الدالة زايدة عليها قيمة، وش اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه بيكون إزاحة رأسية إما فوق أو تحت. فالآن اللي حنا افترضناه هنا زائد اثنين، إذا زائد اثنين تروح فوق اثنين، وإذا ناقص اثنين هي هذه الأساسية، إذا كان زائد اثنين تروح فوق اثنين، وإذا كانت بالسالب يعني مثلا سالب ثلاثة تنزل تحت سالب ثلاثة بالمقدار نفسه. يعني لو هنا كان الموجب اثنين كان مكتوب سالب مثلا واحد نزل تحت واحد، لو مكتوب سالب خمسة نزل تحت خمسة بهذه الطريقة، ولو موجب ترتفع لفوق. هذا بالنسبة للانسحاب الرأسي، واللي هو مثل ما هو ذكرنا هنا ممثل بهذه، هنا المفروض الدالة الأم تكون هنا كذا، لكن اللي صار انها نزيحت للأعلى بمقدار واحد فصارت مرسومة بهالشكل. طيب نوع الانسحاب الثاني،
الانسحاب الثاني هو الانسحاب الأفقي، وبنفس الشيء راح ناخذ الدالة الأساسية اللي هي موجودة هنا f للx يساوي x ربيع ونطبق عليها، يعني ناخذ الدالة هذه ونسوي لها انسحاب أفقي. طيب في هذه الحالة وش اللي يصير؟ طبعا أول شيء f للx نكتب نفس الدالة، لكن اللي نبغى نسويه ان x هذه اللي موجودة في الدالة الأساسية نبغاها تكون محاطة بقوس، نبغى نسوي قوسين ما يكون داخلها الا x، يعني راح نحطها بهالشكل، نقدر نقول انها راح تكون كذا قوس ما في الا x، تمام؟ ثم الباقي حطه برا، لو كان في تربيع حطه زي هالحالة او في زائد او في ضرب او اي شيء ثاني حطه برا، لكن x تكون في قوس الحالة بهالشكل. بعدين اللي بتسوي انه تزيد او تنقص رقم على الاكس، يعني هنا مثلا ممكن نقول زائد او خليها مثلا ناقص واحد، صار اكس ناقص واحد كلها داخل قوس والتربيع على القوس كامل. في هذه الحالة راح يصير انسحاب افقي. طيب كيف نعرف الى اليمين او اليسار؟ ناخذ مقلوب العلامة اللي الرقم اللي هنا، الرقم اللي هنا الحين سالب واحد، الان لو جينا ناخذ مقلوب سالب واحد بيكون موجب واحد، اذا موجب واحد معناته الدالة راحت اليمين مقدار واحد. لو كانت مكتوبة بهالشكل، افرض انها مثلا x زائد 3 مربع، في هذه الحالة ناخذ مقلوب الموجب 3 اللي هو سالب 3 ونعرف، اذا مقلوب الموجب 3 سالب 3 يعني ان الدالة راحت اليسار بمقدار 3، ولو مثلا مكتوب سالب 5 نقول راحت لليمين 5، اذا كان العلامة سالب تروح تكون لليمين، واذا موجب لليسار. طبعا افق يا يمين يا يسار، فاذا كانت سالبة اذا العلامة سالبة معناته انه لليمين، واذا العلامة موجبة لليسار، العكس. يعني لو انها سالبة نعكسها نخليها موجبة، موجبة يعني يمين، والسالب نعكسه ويصير موجب، والموجب يعني السالب نعكسه ويصير موجب، والموجب يعني يمين، والموجب نعكسه يصير سالب، والسالب يعني يسار. فمثل الحالة x ناقص واحد الكل مربع، يعني ازيحت لليمين واحد، هنا ازيحت لليسار بمقدار 3. طيب لو جينا نرجع لل الدالة الأساسية اللي هنا أو الصورة هذه، إحنا قلنا الدالة الأساسية هنا، اللي صار هنا إيش؟ المفروض طبعا نلاحظ نقطة الأصل اللي هي صفر صفر هنا، المفروض الدالة تكون مرسومة، الأساسية هذه تكون مرسومة كذا، هنا فيه خط وهنا فيه خط، اللي صار إنه رحنا لليمين مقدار 2، إذا لليمين تعكسها وتصير سالبة فنحط سالب 2، المفروض أكتب موجب 2 من اليمين لكن راح نكتب سالب 2. فهذا معناته رحنا يمين 2 معناته نتعكس يصير سالب 2 في الدالة، ولو رحنا يسار مثلا بمقدار 1 راح نقول x زائد 1 الكل مربع، رحنا يسار بمقدار 1 نكتب x زائد 1 الكل مربع، فتكون في حالة الأفقي العكس. لكن في حالة الرأسي اللي هي موجودة هنا، مثلا هنا مكتوب موجب 2 يعني فوق 2، مكتوب سالب 2 من تحت 2، أما في الانسحاب الأفقي لو مكتوب سالب 2 يعني لليمين 2، ولو مكتوب موجب 2 يعني لليسار 2. طيب هذا بما يخص الانسحاب. لما نجي للانعكاس، الان الداله هذه مثل ما ذكرنا سابقا هي الداله الام، الداله الاساسيه، وهذا هو محور اكس، تمام؟ اللي هو محور اكس هنا. لو جينا نبغى نعكس الداله هذه حول محور اكس، وش اللي راح يصير؟ او وش معنى الانعكاس في الاصل؟ الانعكاس يعني هذا الحين المحور، تمام؟ نبغى الجزء اللي هنا نقلبه، الجزء اللي هنا راح يكون كذا ماشي زي كذا العكس، والجزء اللي هنا راح يكون ماشي كذا العكس. فراح تلاحظ ان الدالة بترسم هالشكل بعد الانعكاس، كذا ثم كذا، انعكست حول محور اكس، هذا محور اكس، الجزء الايمن هذا لما نعكس حول محور اكس راح يكون كذا، والجزء هذا راح يكون كذا. لما نجي نشوف هذه هو اللي صار انعكاس حول محور اكس، الدالة الاساسية هنا واللي صار هنا انعكاس حول محور اكس، فجت بهالشكل انقلبت يعني صارت كذا، هذا انعكاس حول محور اكس. الانعكاس حول محور واي هو نفس الفكره لكن حول محور واي، يعني عندنا هذا محور واي، الجزء اليمين راح ينعكس راح يصير كذا، والجزء اليسار راح ينعكس ويصير كذا. في هذه الحاله بالتحديد الجزء الايمن لما ينعكس راح ينطبق على الايسر، والجزء الايسر لما ينعكس راح ينطبق على الايمن. فبالحاله لما نعكس حول محور واي يطلع لنا هذه الداله، والداله هذه نفس هذه بالضبط، انه ما راح يفرق شيء. اذا الجزء هذا الان انعكس حول محور واي راح يجي هنا، والجزء هذا اللي كان هنا اصلا قبل ما ينعكس بيرجع المكان الاولى، فراح يكونوا في مكان بعض فينتج الداله نفسها. هذا من الناحيه الجبريه، الانعكاس حول محور اكس والانعكاس حول محور واي. طيب لما نجي نشوف الانعكاس جبريا، وهو ايضا نقطه مهمه، الانعكاس مثل ما وضحنا قبل شوي انه اما ان يكون حول محور اكس، حول محور اكس، او ان يكون حول محور واي.
محور واي. طيب ونفس الشيء راح ناخذ الدالة الأساسية هذه اللي هي اف للاكس يساوي اكس ربيع ونطبق مثال عليها. الآن الدالة حول محور اكس كيف يكون؟ حول محور اكس أول شيء نكتب الدالة مثل ما هي اف للاكس يساوي اكس ربيع، صح؟ إذا جينا نبغى نعكس حول محور اكس نحط كل الدالة في قوس ثم نحط السالب برا، يعني هنا الآن حطينا كل الدالة في قوس ونحط السالب برا. ولو الدالة طويلة، لو مثلا فلنفرض ان الدالة مثلا كانت f للx يساوي مثلا x تربيع زائد واحد زائد واحد مثلا زائد مثلا x زائد x ناقص خمسة مثلا، الدالة زي كذا مكتوبة ونبغى نسوي وكيف نحط لها قوس، نحط القوس نحط على كل الدالة زي كذا ثم نحط السالب برا. في هالحالة راح يصير انعكاس حول محور x. فهذه في حال حالة اللي هي f للx يساوي x ربيع اللي كتبناها هنا، حطينا قوس حول كل الدالة اللي هي x ربيع وحطينا السالب برا. إذا سويت زي كذا كان السالب مضروب في كل الدالة، في هالحالة راح يكون انعكاس حول محور x. طيب إذا نبغى نسوي انعكاس حول محور y كيف راح نسوي؟ نقول أول شيء f للx نفس الدالة راح نكتبها. إذا جينا نبغى نعكس حول محور y راح نحط قوس للx فقط، يعني الآن الدالة الأساسية هنا نبغى الإكس تكون في قوس لحالها، فنخلي الإكس في قوس لحالها ونخليها مربع، يعني بس حط إذا حطينا للإكس قوس ما تكون إلا هي، ما تكون ما يكون فيه إلا هي، القوس حق الإسم حق الإكس ما يكون فيه إلا هي اللي هو هذا. الآن نحط السالب في الداخل، إذا كذا راح يكون انعكاس حول محور واي، فإف للإكس يساوي سالب إكس ربيع، هذه كذا صار لها انعكاس حول محور واي. طبعا يجينا نشوف اللي هنا، هذه انعكاس حول محور y اللي هنا وهذه انعكاس حول محور x. طيب الان بكذا انتهينا من الانعكاس اللي هو النوع الثاني، نروح للنوع الاخير الثالث اللي هو التمدد. طيب فيما يخص التمدد، اول شيء لو جينا نرجع لنفس الشكل هذا، الان هنا هذه الداله الاساسيه تمام، فلنفرض انه هنا انها عباره عن حبل، افرض انه هذا الشيء الاخضر هذا عباره عن حبل اخضر وله طرفين، فيه طرف يكون موجود هنا وطرف هنا عند النهايتين. الآن أنت لو مسكت الطرفين هذه بيدك وهو حبل مثل ما قلنا، الآن تقدر ترفع فوق أو تنزل تحت أو تروح يمين أو تروح يسار تمام. إذا رحت يمين أو يسار كذا تمدد أفقي لأنه أفقي، وإذا رحت مسكت الطرفين ورحت فوق وتحت كذا قاعد تسوي تمدد رأسي لأنه فوق وتحت. طيب فنستنتج الآن أنه في نوعين من التمدد، رأسي وأفقي. طبعا ما ناخذهم واحد واحد، أول شيء التمدد الرأسي. الرأسي مثل ما قلنا أنك تمسك الدالة وترقيها فوق أو تحت تمام. طيب الآن لو افترضنا أنه يعني أن عندك زي الخشبة زي كذا ونزلتها على الدالة، الآن أنت كأنك مسكت الطرفين ونزلتهم تحت تمام. في هذه الحالة أنت كذا قاعد تضيق على الدالة، قاعد تضيق، فالحبل راح يصير انه راح ينفت مثل زي كذا، راح يكون زي كذا. فلو يعني لما تجيب هذه الخشبه قلنا عنها انك ونزلتها على تحت زي كذا قاعد تضيق، الحبل راح النهايتين حقته راح تنزل تحت تكون بالشكل موسعه مثل هذه او ايضا مثل هذه. فهذا لما انت تمسك الحبل وتنزل تحت ويتوسع اللي في الوسط مثل هالحاله، هذا تضييق، انت قاعد تضيق على الاسفل. ولكن اذا مسكت الطرفين ورفعتهم لفوق وصار الوسط نحيف زي كذا، مسكتهم لفوق يعني مسكت هذا مسكت النهايتين وشديتهم لفوق كثير، راح يصير الحبلين النهاية هذه الطرفين هذا قريبين من بعض، اللي هنا الوسع قليل اللي هنا. فلما تمسكهم وترقيهم فوق كذا انت الان قاعد تسوي توسيع رأسي، هو طبعا رأسي في كل حالتين، لكن الاولى يوم سوينا زي كذا كان تضييق وكذا صار توسيع. طبعا هذا كله تمهيد، ما هو مو لازم يعني يفهم ويحفظ. والجزء الثاني اللي هو الافقي. طيب الآن لو مسكت الطرفين اللي هنا وجيت بتضيقهم البعض تقربهم من بعض تسوي زي كذا في الدالة، اللي راح يصير انه الحبلين الجزئين هذه راح يكونوا قراب من بعض والوسع اللي في الوسط راح يقل. فأما انت لو تمسكها زي كذا وتقرب الحبلين من بعض كذا يصير هذا افقي طبعا ويصير تضييق افقي، ولما تمسك الحبلين وتبعدهم من بعض زي كذا راح يتوسع في الوسط ويكونون الجزئين هذا بعاد عن بعض بنفس الشكل. فلما تمسك النهايتين وتبعدهم من بعض كذا انت سويت توسيع افقي.
هذا الآن من الناحية البيانية، ولو لاحظنا الشكل هذا، هو الشكل هذا إما أن يكون أنك مسكت الطرفين ووسعت أفقيا، أو ممكن تكون مسكت الطرفين وضيقت رأسيا، نزلت تحت فتوسع، في كل الطريقتين مقبولة. الآن هذا مجرد تمهيد، نجي لهين للجزء الجبري من التمدد. التمدد مثل ما ذكرنا تو أنه إما أن يكون إما أن يكون رأسي أو أن يكون أفقي. نبدأ أول شيء بالرأسي فوق ثم الأفقي تحت، رأسي ثم أفقي. طيب في 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 في, في التمدد الرأسي مثل ما هو واضح هنا، قلنا إنه رأسي إما أنك تضيق أو توسع، تمام؟ أنك مسكتها هنا لما ترفع فوق أنت الآن قاعد توسع، وإذا نزلت تحت قاعد تضيق. طيب كيف نعرف جبري؟ من خلال نفس المثال، أو خلينا نقول أول شيء الرأسي إما أن يكون توسيع أو أن يكون تضييق. طيب والأفقي طبعا نفس الشيء. طيب في الحال الآن تمدد الرأسي، التمدد الرأسي مثل ما ذكرنا إما أن يكون توسيع أو تضييق، لكن قبلها لازم نقول جزئية. الآن مثلاً افترضنا أن الدالة الأساسية هي F للX يساوي X تربيع. الآن إحنا قلنا إنه هذه الدالة الأساسية اللي بيصير عليها التمدد، تمام؟ طيب الآن لو نبغى نسوي تمدد رأسي، وشلون وش راح يكون؟ الدالة الأساسية مثل ما هي F للX يساوي التمدد الرأسي، إنك تضرب رقم في الدالة كلها، يعني تسوي قوس تكتفي كل الدالة والرقم تحطه برا تضربه هنا. مثلا ممكن يكون الرقم 5 أو يكون 2 أو يكون نصف أو يكون سدس أو 5 أو 4 أو أي رقم. لما يكون الرقم مضروب في الدالة كلها في الحالة راح يكون رأسي، التمدد راح يكون رأسي. وإذا كان الرقم مضروب في الإكس نفسها، يعني في الحالة راح يكون F للإكس، مثل ما قلنا نحط الإكس في طرف في 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 قوس اللي وحدها على الشكل، راح تكون كذا إكس مربعة، هذه الأساسية، خلينا الإكس في طرف في في قوس، سوينا قوس ما فيه إلا الإكس فجاء هنا، وكل قوس مربع عشان التربيع موجود هنا. الآن لو الرقم حطينا هنا في الداخل مثلا أربعة، أو حطينا ثلث أو غيرها، الرقم اللي هنا حطيناه ما دام انه مرافق للاكس مع الاكس راح يكون تمدد افقي. اذا كان في الخارج مضروب في كل الداله يكون تمدد راسي، واذا كان في الداخل فقط يكون تمدد افقي. فلما نجي هنا للراسي، احنا قلنا التمدد الراسي اذا كانت اذا كان المعامل، طبعا الرقم اللي ينضرب نسميه معامل، يعني مثلا هنا هنا اعتبرناه مثلا ممكن يكون أربعة او 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 ثلث او غيرها، الرقم هذا يعتبر معامل. فتمدد الرأسي المعامل يكون مضروب في الدالة كلها، لكن التمدد الأفقي المعامل مضروب في قيمة الإكس لوحدها. طيب التمدد الرأسي فيه توسيع وتضييق، فأضمن في الرأسي توسيع وتضييق كلها تعتبر الرأسي، يعني كلها الرقم يكون مضروب في الدالة كلها، كل يعني المعامل يكون مضروب في الدالة كلها. طيب الرقم اللي هو المعامل في حالتين، إما أن يكون الرقم هذا أكبر من واحد، يعني الرقم هذا ممكن يكون 2 3 5 او 3 ونص 1 وربع اي رقم، اذا كان الرقم هذا اكبر من 1 فهو توسع، واذا كان الرقم هذا بين 0 و1 ممكن مثلا يكون نصف او ثلث او سدس او 1 على 8 او 3 على 8 او ما ادري اي رقم 4 سداس الى اخره، اي كسر يعني بين 0 و1 معناته تضييق. طبعا اذا كان المعامل هذا اللي هو بين 0 و1 مضروب في كل الدالة عشان يكون رأسي، تمام؟ إذا كان المعامل مضروب في كل الدالة وكان أكبر من واحد يكون تمدد رأسي توسع. إذا كان الرقم بين الصفر والواحد وكان مضروب في كل الدالة راح يكون تمدد رأسي تضييق. طيب في حالة الأفقي إلى حد ما مقارب، لكن فرق إنه راح تكون معكوسة. الأفقي أيضا فيه توسع وفيه تضييق، وأيضا فيه تضييق، تمام. طيب الآن التوسع والتضييق للأفقي. التوسع في الأفقي المعامل اللي راح ينضرب للإكس، طبعا هو بما أنه أفقي لازم المعامل يكون مضروب في الإكس نفسها، يعني مرافق للإكس، فالمعامل المرافق للإكس بالتحديد
لا في في التمدد الأفقي التوسعي لازم المعامل هذا يكون أكبر أو يكون معلش بين صفر وواحد عكس هذه. يعني التوسع هنا أكبر من واحد، التوسع هنا بين صفر وواحد، التضييق هنا بين صفر وواحد، التضييق هنا أكبر من واحد، فتكون معكوسات معكوسة. اللي هنا التوسع هنا أكبر من واحد، لكن التوسع هنا بين صفر وواحد، التضييق هنا بين صفر وواحد، التضييق هنا أكبر من واحد. فإذا كان المعامل المضروب في مرافق، إذا كان المعامل هذا مضروب في مرافق x، أول شيء مضروب في مرافق x، وثاني شيء كان بين صفر وواحد، فهذا تمدد أفقي توسعي. إذا كان المعامل أكبر من واحد وكان مضروب في مرافق x، فهذا تمدد أفقي تضييقي. طيب الآن جينا نشوف الأمثلة هذه اللي هنا موجودة. طيب الآن هذه الدالة الأساسية مثل ما ذكرنا سابقا، لو جينا نشوف الحين الصيغة الجبرية للدالة هذه اللي هي f للx يساوي نصف مضروب في الدالة كلها. الآن النصف هذا طبعا عشان بس مكتوب بهالشكل 1 على 2 مثل كذا، عشان مو موجود الكمبيوتر تكتبها 1 على 2، لكن نقدر نعتبرها زي كذا 1 على 2 f للx يساوي 1 على 2 مضروب في الx بهالطريقة. فلاحظ الحين هنا المعامل مضروب في الدالة كلها، معناته ان هذا تمدد رأسي. طب المعامل هل هو بين الصفر والواحد؟ نعم، احنا ذاكرين ذكرنا هنا انه بما انه رأسي وبين صفر وواحد يكون تضييق، تضييق رأسي، يعني كأنك اخذت الطرفين الحبل وضيقت، نزلت تحت ضيقت فيتوسع، هذا اللي صار هنا بالضبط. طب الدالة هذه اللي هي موضحة هنا f للx يساوي نصف مضروبة في الx هي مرافقة للx والكل مربع. الدالة هذه اللي هي تكتب هالشكل f للx يساوي 1 على 2 x الكل مربع. الآن المعامل هنا مضروب في مرافق الx، يعني مضروب يعني هو مرافق للx، يعني مضروب جنب الx مباشرة، يعني داخل قوس الx، في هالحالة راح يكون أفقي. طب الآن بما أنه المعامل هنا نصف، احنا قلنا هنا في الأفقي إذا كان المعامل بين الصفر والواحد يكون توسع، فاللي صار هنا انك ان اخذنا طرفين الحبل وحنا قلنا افقي يعني يا يمين يا يسار، وش اللي صار؟ احنا قلنا تمدد لانه بين صفر وواحد، فما انه تمدد يعني نبعد يعني نوسع نوسع زي كذا، فمن نوسع زي كذا اللي في الوسط راح يوسع، هذا راح يكون بهالشكل. هذه هذا هو التمدد الافقي اللي هو نوعين بشكل مختصر. والى حد ما هذا هذا هو المكتوب هنا، هو عباره عن كل عن ملخص كل الافكار المطلوبه، إما أن يكون انسحاب، الانسحاب إما أن يكون رأسي أو أفقي، والرأس يزيد قيمة، مع أن لاحظ أنه هنا زيادة أو هنا موجب أو سالب، أما هنا ضرب، التمدد يكون العدد المضروب، أما هنا عدد زايد أو ناقص، ففي الانسحاب الرأسي زيد عدد على الدالة كلها، والأفقي يكون في عدد مرافق للإكس، فمن هنا ممكن زيادة أو نقصان طبعاً حسب الإشارة، واللي هنا أيضاً ممكن تكون سالب أو موجب، إذا كانت سالبة والأفقي يعني يمين ويسار، إذا كانت سالبة تروح لليمين، اذا كانت في اذا كانت الاساس سايبه تروح لليمين، واذا في الاساس موجبه تروح لليسار. هنا موجب 3 معناته الداله راحت يسار 3، هنا اكس ناقص 3 يعني الداله راحت يمين 1. الانعكاس مثل ما ذكرنا هو تماثل حول احد المحاور اما اكس او واي، اذا حول اكس يكون السالب مضروب في الداله كلها، اذا حول محور واي يكون السالب مضروب في الاكس نفسها. التمدد اما ان يكون راسي او افقي، اذا كان راسي يكون معامل مضروب في الداله كلها، ويكون اما توسع او تضييق، توسع اذا كان المعامل اذا كان ذلك المعامل اكبر من واحد، اذا كان ذلك المعامل اكبر من واحد ومضروب في الداله كلها يكون تمدد راسي توسعي، واذا كان ذلك المعامل المضروب في كل الداله بين الصفر والواحد فان ذلك التمدد تمدد راسي تضييقي. واذا كان المعامل مضروب في مضروب في الاكس، يعني كان مرافق للاكس وكان ذلك المعامل بين صفر وواحد فان هذا تمدد افقي توسعي، واذا كان ذلك المعامل اكبر من واحد فإن تمدد أفقي تضييقي، تمدد أفقي تضييقي طبعا بشرط أن يكون معامل اللي هو مضروب يكون مرافق للإكس عشان يكون أفقي. وهذا بشكل مختصر كل المطلوب في هذه الفكرة.